أنا محمد خياطة، فنان سوري مقيم بلبنان من 5 سنين تقريباً. تخرجت من كلية الفنون بال 2009. اشتغلت فترة كثير طويلة كمهندس عمارة داخلية، وبال 2012 آخر 2012 انتقلت للبنان. ست الباتشز القطن هي من بروجكت كنت عم اشتغله اسمه ستشينج ماي سيلف باك. هو فوتوغرافي، مشروع دوكيومنتري فوتوغرافي. هو كان الغرض منه انه اعمل توثيق لحياة كل الاشخاص اللي مثلي اللي عاشوا بلبنان. فيلم الزلف هو اخر معرض عملته بالاخر 2019. هو مزج بين الموسيقى، المناطق اللي تهمشت او اللي تدمرت